موسم خريف هذا العام تسبب بهطول أمطار غزيرة، مما تضرر منها العديد من سكان البلاد عموما وسكان العاصمة إنجمينة خصوصا. تلك هي الحالة التي دعت إلى تنظيم هذا الاجتماع الطارئ عن بعد، والذي ضم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير الصحة العامة ووزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة ومندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة ممثلا لوزير إدارة الأراضي والتجمعات المستقلة وعمدة مدينة إنجمينة مع شركاء البلاد، وذلك للبحث عن حلول عاجلة ومناسبة لإنقاذ المنكوبين جراء الفيضانات، وكذا تقديم الدعم من غذاء وكساء للمتضررين. كما ناقش هذا الاجتماع كيفية وضع استراتيجيات بعيدة المدى لتفادي تكرار مثل هذه الكارثة الطبيعية. عندنا مينستر هنا البلان، مينستر هنا السانتي، مينستر هنا الادمينستراسيون، مينستر هنا الفام، حجينا بالقلم هنا الالمي المي الاقل جمينا المي الاقل هلاد وادين بروفيس اخرين كل فوق رئيس الدولة ماريشال إدريس ديبي نو حجا قال غوفرنما ايما تريك يلقى الحلل ما بارتنير دول ليانت الروبونس وقال ريبونس هسا تنتو دا للأد أليمانتير للكيت كمام كله، لكن تشوف ولا أمباكر أم بكرة لين جمعنا نبنو يعني كان كانيفو نبنو كان كاناليزاسيون أسيد دي ريتانشون الألمي لي يعني سنة آخر اللي كمام نفرح خلي ما يكون خلاص في جمعنا. ونذكر أن الأمطار التي حطلت في العاصمة إنجمينة مؤخرا تسببت بخسائر كبيرة، وأن مثل هذه اللقاءات الطارئة تسهم في إنقاذ المواطنين لا سيما في مثل هذه الأحوال.